نميز شهدائنا انهم يذهبون الى الشهاده. هم من يذهب الى هذه الشهاده بكل ثقه وبكل اطمئنان وبكل فريق. الشهيد عبد الله العجوز يختزل معاناه هذا الشعب كما اشار الاخوان. ما يتعرض هذا الشعب من مطاردات ومداهمات ومعاناه الفراق يختزلها الشهيد عبد الله العجوز. ايضا يختزل ما تقوم به السلطه من ممارسات للبحث عن هؤلاء المطلوبين كما يدعي المطلوبين. هذه الممارسات لا اعتقد انها ممارسات قانونيه. يعني عندما تذهب وتطارد شخص فوق سطح مثلا ويسقط من هذا السطح انتهى، يعني تكرم حيوان مثلا لو كان قط او اي ما لا تستطيع ان تطارده وتتخشى ان يسقط من هذا المبنى، فما بالك انسان روح. احنا حدث عندي في خليه الدير ايضا احد الاشخاص احد الشباب سقط وتكسر يعني عظامته ودروسه وكل شيء داخل المبنى. نفس الطريقه يعني هجوم ملاهمات وشباب ومنتجفه وهجوم، زين هذا وش يسوون؟ يعني حتى تفكير في ساعات فيضطر انه وساعات قد يكون كما اشار بعض الاخوان قد يكون في عمليه صارت محصوله من قبل الاجهزه، ما حد يعني ما كان في احد موجود، هم اللي كانوا موجودين هم الشهود هم القضاه هم لذلك التاكيد على وجود جهه محايده دوليه تحقق في كل ولو ان تجاربنا في اللجان اللي صارت التحقيق كما لجنه التحقيق في والد في الشهيد علي مشيخ لجنه يعني من اول شهيد في الثوره لحد الان ما شفنا نتائج هذه تحقيق هذه اللجنه. لذلك نحتاج الى ان يكون هناك ضغط دولي من قبل مجلس الامن ومن قبل جهات لها قدره على اجبار النظام على خضوع لمثل هذه التحقيقات. نشكركم جميعا. اليوم يصادف يوم الصحافه العالمي وما تعيشه البحرين من خرب لحريه الصحافه واعتقال الصحفيين ومطارده الاعلاميين والنشطاء الحقيقيين، ما يؤكد بان البحرين من الدول القامعه او التي تضيق على الحريات، حريه التعبير عن الراي، حريه الحصول على الخبر، حريه المعلومات، حريه التحرك التنقل، حريه السفر، كل هذه الامور معلومه في البحرين ومضيق عليها. الشيء الوحيد الذي نستطيع ان نؤكده كثير ما يسال الاشخاص ماذا بعد يعني؟ متى نواصل؟ الى متى؟ يعني الشيء المؤكد اللي اعتقد الكل يتفق عليه ان مسيره هذه الحراك سوف تكون مستمره، لن تتوقف مهما كانت التضحيات. احتقار، مداهمات، قتل، سحب جنسيه، تعذيب، لن يوقف احد عن المطالبه بحقوقه المشروعه. لن يوقفها الا تحقيق المطالب. والسلام عليكم.